حياكم الله. إذن بعد ما حملنا الـ SDK والـ AVD Manager والـ JTK، حالياً إحنا بصدد إنشاء أول مشروع لنا. ممكن نضغط على Start a New Android Studio Project. بعد هنا عندنا مجموعة من التيمبلت اللي هو مختارها. ممكن أختار MBT Activity أو Basic. خلينا نختار MBT Activity اللي هو Project Fara. طبعاً هنا راح يختار لي النيم لهذا المشروع، ممكن أسميه Test. الباكج نيم اللي هو راح يكون .com.example.test. طبعا هذا الباكج نيم يكون خاص بحسابك على سوق بلاي. طبعا ان شاء الله نلحق انه نشرح كيفية رفع التطبيق على سوق بلاي وكيفية وضع الباكج نيم. طبعا نقدر نغير هذه البروبرتيز من داخل البروجكت. هنا عندنا سيف لوكيشن انه وين راح نحفظ عندنا البروجكت داخل هذا الفولدر. نعدنا اللانجوج، اللغة المستخدمة. قلنا ان اللغات النيتيف تكون هي جافا والكوتلين. احنا راح نستخدم جافا بهذه الدورة. وهنا المينيمم SDK. خلينا نجي نشرح عن المينيمم SDK شوي، لان هذا جدا مهم. طبعا هذه هي الانظمة اللي راح يشتغل عليها المشروع. ممكن احنا نختار اخر نظام، لو نلاحظ اخر نظام هو الارب ريفيو، او نختار الـ API 29. لاحظوا من اختار API 29 راح يقول لي your app will run on approximately 8.2% of device. يعني انه التطبيق هذا راح يشتغل على 8.2% من الاجهزة حول العالم. ليش؟ لان اكو الانظمة اكو اجهزة الانظمة مالتها تكون اقل، فما راح يشتغل عليها هذا التطبيق. فالمفروض نختار API أقل. كل ما نختار API أقل، كل ما تزيد فرصة استخدام هذا التطبيق بأكثر عدد من الأجهزة. تمام، واحد يسأل أنا ممكن أختار أقل API اللي هو 14، هذا اللي هو الساندويتش API 14. هنا راح يقول لي 100% of device، راح يشغل ليها على جميع الأجهزة. طبعا هاي من المميزات، لكن هنا راح نخسر شيء، انه بالانظمه هذه الحديثه اكو فانكشنات، اكو ميثودز حديثه ما راح نقدر نستخدمها، ميزات جديده ما راح نقدر نبرمج بيها. فالافضل انه نختار الاي بي اي 23. اي بي اي 23 طبعا من اي بي اي 23 فما فوق اكو بعض الفانكشنات تطلب بيرميشن. يعني احنا نلاحظ من ننزل التطبيق يقول لنا هل تعطي سماحية صوت أو سماحية فيديو أو سماحية المايكروفون أو الانترنت، ونضغط على موافق. طبعا هذه الميزة جت بعد الـ API 23 اندرويد مارشميلو. فأنا حتى لا نواجه مشكلة من الـ APIs البقية، خلينا نختار من 23 أو فوق. طبعا هي ممكن تنحل مشكلة مجرد if else، وأسوي إذا الـ API أقل من 23 ممكن ما أسوي له بيرميشن، وإذا أكثر ممكن أسوي له بيرميشن. فالأفضل إنه نختار API 23 وتخلص من هذه المشكلة. API 23 فما فوق أتوقع 24 أو 23 على الأغلب. تمام، أنا أختار 23 بالعادة اللي هو مارشميلو. نلاحظ يغطينا 84.9% من الأجهزة حول العالم. لا نقدر نقول له finish. طبعا ننتظر loading project، خلي يحمل لنا البروجكت. ناقل النوت هانج. تمام، هذا البروجكت عندنا يتحمل طبيعي. طبعا لو نلاحظ الواجهة دارك انه ممكن نغيرها من الاعدادات، نسويها وايت. من السيتنج ندخل على السيتنج على الابيرينز، نختار الثيم. انا مسوي دارك، ممكن نسوي انتليج او هاي كونتراكت. هاي كونتراكت يكون باللون الاسود، ممكن نسوي انتليج، هذا انتليج باللون الابيض. طبعا هنا قاعد يسوي لي بولد للمشروع. لو نلاحظ كونفيجر سكسسفول، سوى لي بولد، المشروع صار عندي جاهز للعمل عليه. هذا المشروع عندي اول اكتيفيتي اللي هو اول واجهه صنع ليها بلغة الجافا. لو لاحظ myactivity.java، هذا عندي المشروع اب.
عندي هنا المانيفيست. المانيفيست اللي هو طبعا راح ياخذ اعدادات البروجكت من هذا الملف، انه اول واجهه راح تتنفذ عندي شنو هي، اللي هي المين اكتيفيتي، لذلك حطها داخل اندنت فلتر. اذا اول واجهه راح تتنفذ عندي اللي هي المين اكتيفيتي، شنو الايكون مال هذا المشروع، شنو اسم المشروع، شنو الايكون راوند، وبعض الاعدادات راح نتطرق لها خلال هذه الدوره. طبعا هنا عندي الجافا، لو ندخل عليه ندخل على com.example.test اللي هو قلنا الباكج الخاص بينا. هاي من اكتيفيتي، هذه اول واجهه. طبعا كل واجهه تنقسم الى قسمين، قسم البرمجه وقسم التصميم. قسم البرمجه راح يكون بهذا الفولدر، هذه هي قسم برمجه الواجهه. لكن بالريسورسز ندخل على layout، باللايout هنا راح يكون قسم التصميم. نلاحظ انه كل اكتيفيتي، كل كلاس بالجافا هي واجهه، انه اكتيفيتي ثانيه داخل layout اللي هي التصميم مال هذا الكلاس. اذا هذا هو التصميم مال هذا الكلاس. لو نلاحظ انه هنا مكتوب hello world اللي هي اول واجهه. هاي من هنا عندي البروبرتيز اللي ممكن نستخدمها، button، text view، image view، physical view وغيرها، راح نتطرق لها خلال هذه الدورة. طبعا هنا ايضا عندي مجلد drawable، هنا راح يكون عندي الايمج الخاصة بيها مال المشروع. عندي الميبمال ايضا راح نتطرق لها، ايضا اللي هي الايكونز مال المشروع راح تكون. وهنا عندي الفاليو، الفاليو شنو؟ بالفاليو عندي طبعا 3 فايل. اول فايل اللي هو الكولر اللي خاص بالالوان، طبعا هنا نخلي القيمة مال الكولر واسم الكولر حتى نستدعي باللاي اوت، وممكن نستخدم هذا اللون. وعندي طبعا هنا السترنج اللي هي راح تكون السترنج الخاصة بالمشروع. مثلا انا عندي تيست هنا اب نيم، مجرد ما انا استدعي الاب نيم راح يجيب لي التيست. طبعا هاي لغة اكزامل اللي هي دوت اكزامل، لغة اكزامبل. طبعا هنا عندي الستايل، الستايل هو شبيه بال طبعا بالسي اس اس بالويب. طبعا هنا الستايل اللي هو يتحكم لي بالكولر، لو نلاحظ عندي كولر اكسنت، كولر برايمري دارك، وكولر برايمري. طبعا هالخصائص راح نتعرف عليها، هاي الثيمات اللي تخص البروجكت مالتي راح نتعرف عليها خلال هذه الدوره. مثل ما قلنا انه نرجع الواجهه مالتنا، هذه هي الواجهه مثل ما نلاحظ انه هنا يظهر لي اياها بهذا الشكل وبهذا الشكل ايضا. ممكن انا اظهرها بريفيو، تمام. ممكن اظهر بس الديزاين، او ممكن اظهر البلو برينت، او ممكن اظهر الديزاين اند بلو برينت بهذا الشكل. طبعا هنا ممكن نسحب اي بوتن، ممكن نخليها بهذا الشكل، راح تصير عندنا مباشرة. كبرها، هذه الهلو وورلد. طبعا هنا طلع لنا ايرورز، المفروض نخلي لها اي دي لهاي البوتن، مثلا تيست. لو نجي نقل هنا طالب نخلي كونستراكت لاي اوت. كونستراكت لاي اوت اللي هي المفروض تكون تحت هذه البوتن، اداة تكون تحت هذه البوتونز. طبعا راح نتعرف عليها بالفيديو القادم ان شاء الله. حاليا خلينا نشوف هذا التطبيق شلون راح يتنفذ. طبعا هذه الواجهة ايضا تتصمم بلغة الـ XML. ممكن انه نروح للغة نقول له go to XML، هذه هي الواجهة مالتنا، هذا هو الكود مالتها. احنا قلنا عندنا hello world اللي هو هذا hello world بالtext view الموجود عندي. ولو نرجع للواجهة نفتحها نقول لك click came and go to، هذا الشكل، هذا الشكل. من هنا راح ارجع للواجهة مالتي، او هذا الشكل راح اذهب الى الكود الخاص بها بالتصميم مباشرة. وقلنا انه هذه هي الواجهة مالتي بالتصميم، هذه هي اللي تخص الواجهة مالتي لكن البرمجة مالتها، تمام. المفروض انت يكون عندك اساسيات بالبرمجة حتى تبدأ بالاندرويد ستوديو. هنا لو ننفذ اول واجهة عندي اقول له run، من هنا طبعا راح يظهر لي الاي في دي اللي انا منصبه. طبعا احنا قلنا انه احنا منصبين البيكسل 2، انت ممكن تنصب اي جهاز ثاني، انا اختار البيكسل 2.
او اختار جهاز حقيقي. قلنا بالفيديو القادم راح نعرف شلون ننفذه على جهاز حقيقي. اختار رن، طبعا دي يسوي البولد للمشروع كونفيجر بروجكت. ننتظر الايميوليتر افتح عندي، ننتظر هنا المشروع راح يتنصب. اسوي كنسل، تمام تنصب عندي المشروع وفتح مباشرة. اذا هذا اسم المشروع تيست، وهذه الهلو وورد العبارة الموجودة باول واجهة. لو نلاحظ انه هذا المشروع صار عندي تيست، مجرد ما افتحه راح يفتح عندي بهذا الشكل. خلينا ننتقل للفيديو القادم ونعرف شلون ننفذ هذا البروجكت لكن على جهاز حقيقي. يعني عندنا بعض الاعدادات اللي ممكن نسويها بالجهاز الحقيقي حتى نخليه يدخل بوضعية الديفلوبر ديفلوبر مود حتى يظهر لنا بالاندرويد ستوديو وننفذ بالبروجكت. خلينا نوقف هذا الفيديو.